سيفي شكرا شكرا بعدا كل شيء اللي حضر معنا اليوم. شكرا بشرى بزاف، حنا محظوظين وفرحانين انت حضرتي معنا اليوم. انا بشرى عندي واحد السيده عزيزه عليا بزاف، وهي راه غالبا سمعتوا بها لانها ولات واحد البطله في المغرب وخارج عن المغرب، لانها اول مغربيه اللي تجاوزت واحد التشالنج ديال 7 قمم اللي هو تسلق اعلى قمم في العالم جميع القارات وفي العالم كامل، يمكن اقل من واحد 400 الناس والرياضيين اللي هما تجاوزوا هذا المشروع الكبير. وانا شرف كبير هذا عندي باش نقدم بشرى ونقدمها لكم انتم عائله دواختك مع الناس ديال اميسيب والشباب اللي معنا هذا العام في الدروس الكودينغ ديال التريننغ. انا عندي شرف كبير باش نقدم لكم بشرى لانها هي قدوه فريمون الجميع فتيات النساء والمغاربه زعما. هي كذلك انتم يمكن تعرفتوا عليها كبطله وكمتسلقه الجبال في الالبينيزم دو مانيير باسيوني، ولكن هي كذلك مهندسة الدولة في اتصالات السلكية ولا سلكية. هي أم وزوجة، هي كانت موظفة في وزارة التجهيز ودابا مقاولة إن شاء الله تنتمناو لها التوفق في واحد المشروع ديالها جديد اللي تتبداه. وكيف ما قلت أنا عندي بشرى مين تعرفت عليها، كنا باش بوغ لا بتيت استوار حنا كنا تنترينيو في نفس النادي ومن اللحظه اللي تعرفت على بشرى انا عندي هي فريمون كما قلت قدوه، هي نموذج وقدوه في الشجاعه والتفوق على النفس والعزيمه ومواجهه جميع الصعوبات ومن طم تواضعه بزاف. هي واحد الشخص اللي عندي انا بحال اللي قلت عزيز بزاف، وانا فرحانه بزاف اللي تنقدمها لكم اليوم وغادي تشارك معنا بقصتها وبقصة المشروع ديالها العجيب اللي هو ديال 7 قمم. وغتشارك معنا وتبهر بالمسار ديالها وكيفاش تفوقات بزاف ديال التحديات في حياتها وفي هذا المشروع هذا بالضبط وفي المشاريع الاخرى اللي هي فيها دابا. وتنتمناو تكون هاد لو بارطاج هذا يكون ملهم لنا جميعا زعما شخصيا وكعائله هنا في دواختك باش حتى حنا نتعلموا نتجاوزوا العراقيل ونوصلوا للاهداف ديالنا. دونك شكرا بزاف بشرى، شكرا اللي حاضرين معنا ودابا حنا بغينا نسمعوا لك. ميرسي. شكرا غيتا، شكرا. ان شاء الله غادي نبداو يمكن بلا فيديو وابخي ندير لانترفونسيون ديالي. C'est parfait. Choukran, Bouchra. Thank you.
برافو بشرى، برافو. واحد دقيقة الله يحفظك. برافو بشرى، تبارك الله عليك. شكرا، شكرا بزاف غيتا على هاد لوبورتينيتي انني نجي نتقاسم معكم التجربة ديالي. بطبيعة الحال غيتا كنت تلاقيتها في لونترينمون وفي لاصال اللي تنترينيو فيها. C'est une personne magnifique que j'adore. Et bien sûr, je suis liée à la Duartec, à le projet de Duartec. Je suis liée à la Duartec pour vous inspirer, Inch'Allah. Je suis liée à la expérience de la Duartec. وانكم تستفدوا منها ان شاء الله. الوغ انا غادي نحاول ندير واحد البتي فيديو بلوتو واحد je sais pas si vous allez pouvoir le voir.
تشوفوا؟ وي كيبان تيبان لكم ياك ويا لا بشرى كيبان داكو تيبان لكم ياك الوغ يعني اول حاجه غادي نبدا لكم اول ميساج هو لا باسيون. دونك انا اول مره مشيت باش غادي نتسلق جبل كنت عندي شي بون ابخي لاج ديالكم تقريبا كان عندي 24 ومشيت باش تسلق طوبقان. ديك الوقيته ما كانوش بحال هكا كاينين لي زاجونس ولا كاين لي اسوسياسيون اللي تيديروا هادشي. دونك انا مشيت على لافونتور اي سي لا كو جو ديكوفر لا باسيون ديالي دو غرافير لي سومي. بيان سور هاد لا باسيون ما خليتهاش دو كوتي وقلت خلي حتى نسير القرايه ديالي ولا حتى يكون عندي الوقت ولا حتى يكون عندي الفلوس ولا هادي بدات هاد لا باسيون الى ما اكونباني. ديك الوقت ما كنتش عارفه انا كاع هاد لا باسيون ديالي فين تقدر توصلني، ولكن كنت باغا ندير شي حاجه اللي انا تتبغي اللي انا تتعجبني وكنت ما تنتظر منها حتى شي حاجه. يعني واش غادي نقدر نحقق شي قمم ولا هادي، جست انني كانت بالنسبه ليا هي المتنفس، هي الحاجه اللي تلقى فيها راسي، هي الحاجه اللي كانت تعطيني داك كومون ديغاج بحال نقولوا داك لو سونس دو لا في، تنحس بان ملي تنديرها جو فيبر بان راه تندير شي حاجه. ما بطبيعه الحال كنت تمشي نقولولا على لافونتور، من بعد بديت تمشي تندير لي روندوني مع الناس، بغيت نبارطاجي هاد لا باسيون ديالي مع لي زوطخ. دونك كرييت لاسوسياسيون ديالي اللي بديت نبارطاجي فيها، بديت ندير لي جون لي غراف تاع هما دوطخ سومي في المغرب. دونك اون باراليل دو سيت فيلا ديال الجبال ديال لا مونطان ديال لا باسيون، كنت عايشه لا في اون باراليل ديال لا بيرسون نورمال. يعني قريت تخرجت انجينيور ديتا من بيتي، ابري خدمت تزوجت جابت بنتي هبة. يعني اون باراليل كنت عايشه لا في ديال طول ديال كاع لي بيرسون تقريبا، ولكن هاد لا باسيون كانت غادا تتكبر. واشاك فوا كنت نمشي تنتلاقى مع دي بيرسوناليتي، تنتلاقى مع دي جون اللي كانوا تيجيو من برا تيبقاو يهضروا لي على القمم اللي مشاو ليها، كنت داكشي داك لو غاف ديالي كنت كبر لداخل بدون ما نحس بيه انايا. تنبقى تندوس علاش هاد الناس قدروا يديروا هاد الجبال، قدروا يمشيو برا، قدروا ولكن عمري انا شخصيا ما كنت نفكر شي نهار واش انا غادي نقدر ندير غير قمه خارج المغرب، عاد نمشي ندير لافغاست مثلا. ف انت واحد النهار من بعد ما درت بزاف قمم المغرب وكنت نقول الى خرجت خارج المغرب غادي نمشي نتسلق اعلى قمه ديال افريقيا اللي هي كليمانجارو. دونك من ملي بديت في 2011 اللي كنت جمعت واحد ان سارتان نتسلق كليمانجارو، الى تنكتشف انا هذا المشروع ديال القمم السبع اللي هو تسلق اعلى قمه كل قاره. بون ملي تحيد الكليمانجارو اعلى قمه افريقيا، دونك داخل في المشروع ديال القمم السبع. في الاول كنت نقول شنو هذا المشروع على شي هضره، هي هذيك بديت نقرا شي شويه جو مو دو كوموند، لقيت بان هذا المشروع فيه البلو سومي دو شاك كونتينون يعني اعلى قمه في كل قاره، وبالتالي كاين قمم الكبيره بزاف بحال لا كونكاغوا اللي كاين في الارجنتين على قمه امريكا الجنوبيه، دينالي على قمه امريكا الشماليه، ليفغاس اللي هو على قمه العالم، الفامس اللي هو على قمه انتاركتيكا. ملي بديت نقرا على المشروع تخلعت وبديت نقلب على لي بيجي، لقيت دي بيجي كبار بزاف، فقلت فراسي غادي نجرأ نحلم. هذه من الاشياء اللي بارفوا تنتخلاو على الاحلام ديالنا
لان تنشوفوا غير الاشياء اللي تخلينا نتخلاو، تنشوفوا جوست لي زوبستاكل، تنشوفوا جوست لي شوز ديفيسيل، ولكن خاصنا في نفس الوقت نشوفوا شنو هو الاشياء اللي غادي يعطينا هاد لو غاب. الى حققنا حنا هاد لو غاب هذا شنو غادي نوصلوا لين، شنو هو لي ساتيسفاكسيون لي زاكومبليسمون، شنو غادي نقدروا نحققوا الى درنا حنا هاد لو غاب. وهذا الشيء باش خاص لو غاب نتشبثوا بكثر، شنو غادي نستافدوا ولا شنو نربحوا ولا كيسكون فا اكومبلي اكثر من لي زوبستاكل. دونك il faut croire en vous, croire en vos rêves. اي اهم حاجه ان الانسان ما يترددش انه يحلم كبير، لان علاش الا حلمنا وحلمنا كبير فممكن اننا يتحقق الحلم ونحققوا الحلم الكبير ديالنا، ولا ما حققناش على الاقل غادي نحققوا شي حاجه كبيره. شتي ولو حققنا غير لا مواتي ديالو راه كلكو شوز، راه شي حاجه احسن ما يبقاو احلامنا غير صغار بزاف. بطبيعه الحال الانسان تيبدا بداك الشيء الصغير والحلم غادي تيكبر، بحال ما انا في الاول يعني كانت بالنسبه لي غير تبقى حلم كبير، من بعد بالنسبه لي كلي ما جرى وكان حلم كبير، بقيت غدا والحلم ديالي غادي تيكبر وتنغديه داك الحلم، تنغديه بثقه في نفسي، تنغديه بلي رياليزاسيون اشاك فوا بنت تنحقق شي حاجه تطمح انك تحقق شي حاجه وحده اخرى. بطبيعه الحال يعني الانسان يكون عنده ان ما غادي يكون بعض المرات تنخافوا اننا نخرجوا خارج لا نورمال اوت اوف ذا بوكس، يعني بحال دابا في بعض الاحيان الا حلمنا شي حاجه شويه كبيره بزاف فتتخلعنا حنايا براسها وتنقول والاخرين كاع ما داروها وانا غادي نديرها. دابا انا كون ديك الساعه فكرت بهذا المنطق هذا ما عمري ما غادي نديرها، لان اصلا تقريبا اقل من 350 واحد في العالم اللي داروا هذا المشروع كامل على 7 مليار، يعني عدد كبير، يعني شو شحال عدد القليل الناس اللي داروا. ثاني حاجه مازال حتى شي واحد ديك الساعه في المغرب ما حقق، جيتي لا بروميير اول واحد في المغرب اللي تحقق المشروع، يعني في ديك الوقيته ما كاين حتى شي واحد في المغرب اللي دار شي حاجه بحال هكا. فكون فكرت بان لا ما يمكنش نفيزي لو توب، ما يمكنش هذا، خاصك تكون اوداسيو دو فيزي لو توب، اوداسيو دو فير كلكو شوز واخا يبان لك اكسبسيونيل. بطبيعه الحال الناس بزاف ضحكوا لي في الاول اللي قالوا لي زعما هادشي اللي تفكري فيه واخا راه بلاتي دابا تتقالما، يعني بحال زعما شي حاجه راه غير سور كوم سا غير كوم سا وفكرت فيها ابخي غادي ننساها. ولكن لا، يعني انا فاش مشيت ورجعت ودرت لو كيلي ماجاغو وصلت انني حققت لو كيلي ماجاغو دست المرحله الثانيه اللي هي مهمه بزاف، ان هاد لو غاف ملي رجعت من لو كيلي ماجاغو يعني ما بقاش بالنسبه ليا غير حلمت وغادي نعس عاوتاني ونبقى غير تنحلم. قلت براسي كيسكو جو دو فير باش هاد لو غاف يرجع رياليتي، دونك رجعتو بروجي et c'était un projet de vie بالنسبه ليا، مشروع ديال الحياه ديالي. بغض النظر ملي تنكونوا تنقراو دائما تنعرفوا بان تيكون عندنا واحد المشروع باش اننا نوجدوه ونخدموا عليه باش ناخذوا ان ديبلوم باش نقدروا من بعد نخدموا نلقاو شي خدمه. بالنسبه لي انا كان هذا المشروع كان هو المشروع ديال الحياه ديالي، يعني فقلت فراسي باش نحققو خاصني يكون عندي دي زوبجيكتيف سمارت. يعني شنو معني سمارت؟ يكونوا يعني رياليزابل، محددين في الوقت، يكونوا واضحين، عارفه شنو باغا ندير. وبديت جو تخص استراتيجي وتنفيزواليزي لوكسي، كنقول انا غادي ولو ان زعما راه ما تنطمحش انني نحقق هذا المشروع غير في هذا العام، ولكن وقتاش ما خداني من حياتي غادي نبقى حتى نوصل، يعني راه ما غاديش نتخلى عليه. فبالتالي اول حاجه درت انني خاصني نتعلم الالبينيزم، لان كنت نمشي ندير فقط لا روندوني، لا روندوني ماشي تقنيه، يعني الفاليك خاصني نتعلم التقنيات ديال الالبينيزم. دونك مشيت لو مون بلون وتماك تعلمت، درت ان ستاج ديال الالبينيزم
باش انني نقدر انني بعدا نمشي للقمه الاخرى. كذلك فاش كنت غادي نمشي غادي من بعد ما رجعت من لومون بلون بديت نشاطر الحلم ديالي مع ناس اخرين بطبيعه الحال باش انك تقدر تحقق هذا المشروع ولا اي مشروع عندك في حياتك ضروري خاصك تخطط ليه وانك في الوقت في نفس الوقت تكتشف ذاتك تكتشف لي فورس ديالك تكتشف لي فيبلس ديالك يعني تتعرف راسك شنو هما الاشياء اللي خاصني نطور شنو هي المهارات اللي خاصني ندير باش انني نحقق هذا المشروع اكس ولا ايغاك شنو هما لي سكيلز اللي خاصني ندير شنو كيسكو جو دو ابروندر شنو هو في نفس الوقت شحال ما مشيت شحال ما تكتشف شنو هما لي ريسورس ديالك واش انا قويه واش انا عندي هاد الطاقه لان باش نقدر نقول الواحد يكون عنده حلم كبير مثلا انا باغا نمشي ندير هاد لي سات سومي ولكن ملي طلعت لو كيليمانجارو ولا مشيت لقمه تقنيه بحال البروز اللي كانت اعلى قمه ديال اوروبا 5642 وكانت تقنيه وفيها البرد بزاف ربما ملي مشيت لقيت راسي ما قداش بطبيعه الحال خاص الانسان يعيد النظر وشنو هما الاشياء اللي خاصني ندير انا فعلا باش مشيت البروز الحمد لله تمكنت انني نوصل للقمه وفاش من بعد الانسان تيطور ذاته لان ملي ما حدك انت تثق في راسك وتزيد في المشروع ديالك الا وتكتسب تقنيات اكثر تتبريبار اكثر كذلك هذا المشروع خلاني نفهم بان راه ما كاينش فشل ولكن كاين فقط يعني تجارب في الحياه وباش فهمت هذا الدرس اللي هو تيتقرا ولكن انا قراه ليا الجبل قرات ليا لا ليكسبيريونس فاش مشيت باش نتسلق اعلى قمه ديال امريكا الجنوبيه اكونكاغوا وتماك في 2012 مشيت باش ندير القمه فتماك اول مره تنكتشف شنو هي لا هوتالتيتو اكثر من 5600 اللي وصلت ليها كيفاش البرد لي طومبيت دونك عرفت كانت لا طومبيت كثيره بزاف ما قدرناش اننا نوصلوا للقمه وتما فهمت بان الجبل هو هذا وبان ضروري خاصك تاخذ المخاطر وخاصك تمشي بعض المرات تقدر توصل بعض المرات ما تقدرش توصل ولا ما قدرتيش توصل ما تعنيش لانك انت اللي ما بقاتش تعني بان كاين بعض المرات دي فاكتور اكسترن علينا بعض شي عوامل خارجيه اللي ربما انت تكون قوي ربما انت تكون وجد كل شيء ربما بحال مثلا دابا هاد كورونا فيروس يعني جات هاد كورونا فهرست بزاف الاقتصاد ما تعنيش بان الشركات ماشي ان سون با بيرفورمون مي لي كونديسيون اللي دابا كاينين خلاو بزاف نتاع لي سيكتور يرجعوا للور فكذلك ملي تنكون في الجبل مثلا تتكون نتايا راه عندك القوه راه قادره كلشي مي تجيو بعض المرات العواصف تجيو بعض المرات ربما تمرض ربما يقع لك شي حاجه ربما توقع لك غير اون طورت اي تي بي با كونتينيي جوسكو سومي دونك هاد لي فاكتور اكسترن تيخليوك تفهم بان راك خاصك تغامر خاصك تمشي خاصك دير اللي في جهدك ولكن خاصك تخرج من لا زون دو كونفور ديالك وتماك اكيد تكتشف لي ريسورس ديالك تكتشف لو بوتونسييل ديالك وانا فاش في 2012 فاش ما وصلتش للقمه ورجعت وانا ما قلتش لا صافي سي بون نوبل ولا قلتها ولكن من بعد بغيت نفكر واكتشفت بان بزاف لي زالبينست داك النهار رجعوا ففهمت بان هادشي ماشي بيدي انا ولكن ملي رجعت ماشي بقيت نعسه وصافي رجعت عامين وانا تنوجد راسي تنمشي تندير ان ساك تريلو ثقيل وتنطلع بيه حتى للسومي ديال الطوقال تنتريني جوج سوايع ثلاثه سوايع في النهار تندير لا ميسكولاسيون تندير الكارديو تنخدم مزيان تنخدم على لا فورس مونطال ديالي ورجعت من بعد عامين في 2014 ووصلت انني نوصل على قمه ديال امريكا اللاتينيه اللي هي اكونكاغوا 6962 متر واللي كاينه في الارجنتين فلاشين ديزون
كذلك فاش فهمت من خلال هذا المشروع الكبير بان راه ما يمكنش تحقق حتى شي حاجه الا كنتي تتراجع اللور، خاصك ضروري يكون عندك واحد القوه، لان القوه في لا فورس فيزيك تري امبورطونت، مهمه بزاف في الجبال اللي تندير، ولكن راه ما كايناش غير لا فورس فيزيك، كذلك كاينه حتى لا فورس مونطال. وباش فهمت مزيان هاد القضيه وخدمت عليها بزاف، فاش كنت باغا نمشي نتسلق اعلى قمه ديال امريكا الشماليه دينالي اللي كاينه في الألاسكا، وتماك ملي بديت تنبريباري لو سومي بديت اكتشفت بان خاصني نجر واحد لو تخين اللي ثقيل، لان تماك ما عندهمش لي بورتور، ما كاينش البطال، ما كاين شي حاجه، وحنا كلشي تنديرو في وسط التخين. تنهز واحد الصاك ثقيل ديال كاع الماتيريال ديالي تقريبا 25 كيلو، وجر ان تخينو ديال 30 كيلو وغادي نمشي. انا في الاول شكيت فراسي وشكيت باش انا نقدر ندير هادشي، ولكن من بعد بديت نخدم على هاد لي كرويونس ليميتونت، هاد الافكار اللي تتمنعنا اننا نقدروا نمشيو نحققوا اهدافنا، لان شحال من مره تنبغيو نديروا شي حاجه في حياتنا وتيجي يا اما الصوت الداخلي ديالنا اللي تيبقى تيقول لنا لا انا ما يمكنليش، لا انا ما نقدرش. وكان جاني هاد الصوت حتى انا بحالي بحال ايها الناس، قبل ما نخدم على راسي ضروري تندوزو من هاد المراحل كلها، تبقى تنقول في راسي دابا انا مراه، ما عنديش يمكن القوه انني نجر نتخينو 30 كيلو ونطلع، البرد كاين بزاف، لا ما نقدرش، لا انا ما يمكنليش، وبزاف نتاع الحوايج اللي تتخلي. كذلك ما ننساوش كاينين ناس اخرين اللي تيتسموا سارق الاحلام، واللي تيجيو لي فولور دي غيف، بحال دابا تجي تقول له انا باغا ندير يقول لك واه طفروها الاخرين عاد انت طفرها. اذا هاد الهضره بعض المرات تتحبط الانسان، دونك خاصك تكون دائما يكون عندك لي فيلتر اللي تكون تتقاوم كاع ديك الهضره، وتتقاوم حتى ديك الهضره ديالك الداخليه، واللي تتخليك انك تركز على اللحظه الحاضره، تكون عندك واحد لا بيرسيفيرونس، تكون عندك واحد الاراده قويه، تكون عندك بوكو دو موتيفاسيون، يعني خاص الحلم ديالك تكون انت باغيه، ماشي يا اما باك ولا ماك ولا شي حد سمعتي ولا لا طوندونس ولا بحال سي كو دو لا مود، الناس كلشي تيدير هادشي حتى انا نمشي نديرو، حيت الا ما كنتيش نتايا عندك واحد لافلام انت نتايا لي وانتيا نتوما اللي باغين ديرو، واحد سارتان مومون ملي غادي نوصلو وغادي نعيشو داك لو ديباسمون دو سوا، وغادي نعيشو داك العيشه اللي في الجبل اللي داك الصعوبات الكبيره، واحد سارتان مومون غادي تقول فراسك انا شداني لهادشي كاع واش بيني وبينو، فبالتالي غادي تقلع على الحلم ديالك، لانه اون فان دو كونط جوج د الحوايج تخلينا نتخلاو على الحلم، يا اما ماشي حلم ديالنا حقيقه بانه حلم ديال شي حد اخر بغينا نحققوه ليه مثلا، يا اما ما عندناش داك لا موتيفاسيون كبيره بزاف وما واضحهناش الفكره ونا با دو فيزيون كلير، ما عارفينش علاش حنا باغيين نديرو، ما عندناش لا بيرسيفيرونس، ما عندناش لا باسيون الصبر، لان ممكن ما فينا ما نتعذبو، ما فينا ما نديرو، اي تيقول لك نو بين نو غين، الا ما عانيتيش، الا ما صبرتيش، الا ما درتيش اكثر من جهدك راه ما غاديش توصل، دونك خاصك تستغل كاع القوه ديالك وتكون عندك لو شوما ويكون عندك لا فيزيون كلير باش انك توصل. من الاشياء اللي كانت علمها لي الجبل بزاف هي فاش كنت من بعد ما درت الدينالي اللي هو اعلى قمه ديال امريكا الشماليه في 2014، مشيت باش انني نتسلق على قمه اللي كاينه في امريكا في لوسياني اقنوسيا اللي هي تتشمل لوسترالي واندونيسيا، وتماك هذاك الجبل كاين واحد الجزيره بابوازينيو غيني اللي فيها واحد لي تريبو باقيين عايشين بواحد الطريقه بدائيه قديمه بزاف. فانا فاش مشيت وانا يعني حاله الدماغ ديالي اوبن مايند، يعني ماشي لا الاخرين عريانين، لا الاخرين ماشي مسلمين، لا الاخرين هذا، شو حنايا اون سو غيشي
من لا ديفيرسيتي، تنقدروا تنكتسبوا الغنى من هذا الاختلاف، لان كون كان كلشي لون واحد ما غاديش تكون طعم الحياه. فكذلك الا كان كلشي بحال بحال فما غاديش نعرفوا، ما غاديش نحسوا حتى بشي حاجه. فاحنا ملي تنمشيو تنكونوا تنتلاقاو بدوت خالبينيست، بناس وحدين اخرين من مختلف جنسيات العالم، وهذا الشيء تيعلمك الاحترام ديال الاخر بغض النظر على واش نال الجنسيه ديالو ولا الدين ديالو ولا داكشي. تتكون بيناتنا واحد القوه، واحد التعاون. علاش؟ لان حنا غاديين والهدف ديالنا كاملين واحد، اننا نوصلوا للقمه، فتنتعاونوا مع بعضياتنا. وكذلك كانت فرصه اننا نتقبلوا الاخر بغض النظر على اي حاجه. وهذه من الاشياء اللي انا في الحقيقه تعلمها لي الجبل، واللي زوينه بزاف، بكل انسان عقله صغير وباغي يتعلم، وما يكونش يحشم انه يطلب المساعده ديال الناس اخرين. انا كذلك ما كانش يمكن ليا نوصل لهذا الشيء اللي وصلت ليه كون ما طلبش المساعده ديال الناس اخرين. بزاف الناس عاونوني على راسهم، العائله ديالي اللي كانت تعاوني، اللي كانت توقف جنبي، اللي كانت تنخلي معاهم بنتي، كان راجلي حتى وقف معايا، الوالده، يعني ناس بزاف، ديزامي، الناس اللي ما كنتش نعرف. باش نقدر نقول لكم بان هذا المشروع مكلف وغالي بزاف، وبالتالي باش انني نقدر نلقى المدعمين كان خاصني نقلب وندق البيبان، وصعيب بزاف باش انني نبلولا شي الامكانيات الخاصه ديالي. ولكن من بعد كانت بزاف نتاع الناس اللي وقفوا معايا، الناس اللي ساندوني، الناس اللي وراوني كيفاش ندير دوسي سبونسورين. يعني نتوما بحال دابا مثلا في الدوار تيك راه عندكم لا شونس انكم لقيتوا هاد الناس اللي واقفين معكم، اللي تيعطيوكم حتى هما هاد المعلومات، اللي تيفتحوا لكم بيبان. خاص الواحد تكون عنده لا غراتيتود ديال هادشي كامل، ملي تفتح لك شي فرصه ياخذها الانسان. ربما تكون هذيك الفرصه اللي جاتك هي الباب اللي تفتح لك الطريق اللي ان شاء الله به غادي تقدر توصل. من الاشياء يعني باش ان الانسان يكون عنده واحد ليكيليبغ كذلك، لان فاش كنت نمشي كانت من الاولى صعيب عليا انني نخلي بنتي، وانني نمشي بعض المرات للجبال اللي نقدر نبقى فيه شهر تماك. فكنت يبقى تيوقع لي بحال لا كولبابيليتي، بحال العذاب ديال الضابير، وتنبقى تنقول لا ربما ما كانش خاصني ندير هكا، ولكن ضروري من التضحيات. وفاش يعني فاش هنا فاش طلبت المساعده ديال العائله ديالي وقلت لهم راه هالمشروع عندي وراه بغيتكم انكم تساعدوني، وراه بطبيعه الحال انا فاش ترجعت نحاول نعطي لبنتي وقت اكثر، عائلتي وقت اكثر، يعني تنحاول نعوضهم على الوقت اللي تنكون. ولكن الا ما درنا يعني على المدى البعيد ضروري غادي دير واحد التضحيات في واحد لا بيريود، لانك من بعد غادي تربح شي حاجه، انك غتحقق ذاتك، وان هذاك الوقت ملي غادي توصل اكيد غادي يستافدوا حتى عائلتك، حتى الناس اللي معاك، حتى هما غادي يستافدوا من هذا النجاح ديالك. ولو انني نكون غير كنموذج لبنتي، لبنتي باش حتى هي يعني تطمح انها تحقق احلامها، نكون ان اكزومبل، قدوه ليها. فيعني الانسان خاصو ضروري يلقى الحلول من المشاكل الكثيره اللي لقيت. يعني ماشي تقول وجه ساهل، ربما تنعاودوا بواحد الطريقه سهله، ولكن المشروع قدر يتم سنين، وثمان سنين من حياتي راه ماشي هي، راه كل نهار خاصني نتريني ساعتين ثلاثه في السوايع في النهار، خاصني نبقى نخدم على المشروع ديالي، في نفس الوقت تنمشي نخدم في الخدمه، وبنفس نفس الوقت تنجي للدار، خاصني نوجد الغذاء. هادشي كامل كان تياخذ ليا مجهود كبير، وما كانش عندي الوقت باش انني ندير شي حاجه اخرى ولا نرتاح، ولا كان 100% تنخدم على المشروع ديالي. يعني بوندون 8 طون، راه ماشي عام، ماشي عامين، راه 8 سنين. كذلك يعني كانت عرفت بان كان خاصني نخدم على لاكس مونطال، وخاصني ندوز لاكسيون، وانني ناخذ دي ديسيزيون كبيرين في حياتي، وبان يكون عندي واحد لا ديسيبلين
يعني راه الا ما كنتش انا اوتو ديسيبليني راسي راه حتى واحد ما يفرضوا عليا، حيت ما كنتبعني حتى شي واحد، كنت انا كلشي تنديرو لراسي. يعني ما كاينش ربما الناس اللي لي زاتليت تتلقاه فريق من موراه اللي ها اللي تيوجد له الماكلة، ها اللي تيوجد له لو بروغرام دونطريمون، ها اللي تيوجد له هو متفرغ فقط للطريمون ديالو باش يمشي يدير ان بيرفورمانس. انا بالنسبه لي كنت ندير كلشي راسي، يعني الا ما كنتش انا مضبطه مع راسي واحد سيغتا مومون جو في لاشي وغادي نابوندوني. دونك اول حاجه الانسان يفهم يعرف انك ما عمرك ما تفكر انك تابوندوني حتى شي حاجه، لانك تيقول لك نابوندون جامي، كار سي تو ابوندون اون فوا سا فا ايتغ اون ابيتود. دونك نابوندون جامي، ما عمرك ما تخلى على شي حاجه ولا على شي فكره، الي جوسكو بو، بقى حتى لاخر لحظه. بالنسبه ل يعني فاش انني باش نمشي لافريست، لافريست كانت واحد شهرين ديال ليكسبيديسيون. دونك شهرين ديال ليكسبيديسيون عرفت بان كانوا بزاف، كانوا ثلاثه ديال لي فورس خدمت عليهم، لا فورس فيزيك، وكنت نتريني ثلاثه السوايع في الصباح وساعتين في العشيه، وتمشي ندير ديستاج بور سو بريباري فيزيكمون. كذلك مونطالمون كنت نخدم على ديفلوبمون بيرسونيل، على اليوغا، لا ميديتاسيون، لان خاصك تكون عندك واحد القوه ديالية قويه. لا فورس سبيريتويال يعني كنت عارفه بان الله معايا، وكان هذا تيعاوني بزاف ديال لاشي بريز، كنت نقول بان راه الله معايا وبانه غادي يعاوني، وبالتالي يعني كانت تعاوني بزاف هذه القضيه. كذلك كانت مشاكل، كنت قلبت على الحلول الحمد لله باش يلا لقيت لي سبونسور من بعد 3 سنين وانا تنقلب باش يلا لقيتهم. في قلب ليفريست كنت تقريبا شهرين تنطلعو نهبطو، وباش وصلت يعني شنو علمني ليفريست؟ علمني بزاف الحوايج، علمني ان الانسان يركز على اللحظه الحاضره، ان يكون عنده ديك لا جوا دو فيغ، بان يفرح باي انجاز دارو ويفرح به ويسافوغي، زعما يستمتع بالنجاح ديالو ولو غير نجاح بسيط. لان بحال كنت انا كنت ما نطلع من كونكو كنت نحس بواحد الفرحه انني قدرت انني نوصل لهذا لوكون، وبالتالي هذا الشيء تيساعدك بزاف انك توصل. كذلك كانت خاص الانسان تكون عنده لا غراتيتود، يعني تيشكر، لان في ذاك الظروف الصعيبه فاش نحسوا بقيمه الاشياء اللي كنا تناخذوها عاديه، بحال مثلا الماء، بحال الماكله. يعني بحال دابا انا جالسه في داري غادي نهز القرعه ديال الماء ونحلها ونشرب عادي ساهل، ولكن تماك تتبقى عندك خاصك باش تشرب باش تاخذ ان لتر دو خاصك تمشي ساعه، سير جيب الثلج، شعل العافيه، ذوب الثلج، صفيه، سناه باش عاد تشرب. اذا فتتكون عندك القيمه الاشياء، تتعلم انك تشكر، تتحس بالقيمه الاشياء اللي انت فيها، انك تشكر الناس، تشكر الله، تشكر كل شيء. وخاصك تركز على لي بيتيت فيكتوار، لان ملي تتفيكسي دي زوبجيكتيف في حياتك واخا يكونوا غير صغار وانك تتحققهم، لان لي بيتيت فيكتوار هما اللي تخليوك توصل لواحد النجاح كبير. ما كانش يمكن لي انني نوصل لهذا انني نحقق هذه القيمه من السبع كامله، وانني نصبح اول شخص في المغرب، كون ما كانش عندي داك الصبر ديال انني نبقى غدا ايطاب باغ ايطاب، ايطاب باغ ايطاب باش انني نقدر نوصل. اذا فالكلمه اللي من بعد ما درت لكم هذا كيف ما شفتوا، يعني بالنسبه اي واحد، اكيد كل واحد فيكم، كل واحد عنده واحد البوتنسيال، عنده واحد الطاقه، عنده واحد واحد الهدف في الحياه اللي ربي مسخرو ليه، وبالتالي تيتفتحوا لك بيبان، ربي تيسخر لك ناس اخرين اللي تيبغيو يساعدوك، اللي تيبغيو يدعموك، اللي حتى هما تيعاونوك في حياتك.
حتى خاص شنو خاصنا نديرو، خاصنا نكونوا حالين الدماغ ديالنا، حالين قلبنا، حالين راسنا، اننا باش نستقبلوا واننا بحال تيقول باولو كويلو في الكتاب ديالو لا شيميست ليغ لي سين دو لا في سيسا. لان بحال دابا مثلا نتوما مثلا دابا في هاد ورتك ربما جاو هاد الناس وجاو باش يعطيوكم دي فورماسيون باش يعاونوكم، اكيد سو سون دي زوبورتونيتي بالنسبه لكم. حلوا راسكم، لان ربما تكون في هاد لا بيتي تاكسيون اللي دارت دوارتك غادي تفتح لكم افاق نتوما قدامكم اللي ربما نتوما ما كنتوش شايفينها. خاص تكون عندنا نحلوا داك لا ثوازيام موي اللي تتكون هنايا اللي هي لانتويسيون ديالنا واللي تتخلينا نشوفوا لي زوبورتونيتي واخا في لا ديفيكولتي، واخا تتكون عندنا المشاكل، واخا مثلا حنا تيبانوا لنا البيبان مسدودين، ربما ربي غادي يحل لك الباب. دقيتي عشرات الباب وبغيتي تحبس، ربما الباب 11 ولا غادي تحل لك. فجامي نيفر جيف اب، ما عمرك ما تتخلى على الحلم ديالك، ما عمرك ما تتخلى على الحلم ديالك، على الهدف ديالك. واكيد الا ركزتو على لي بيتي دي فيكتوار لا غروند ريوسيت غادي تجي بوحدها، اي فوزالي اتر ايتوني دو فو اي دو سكو فو بوفي فير دون فوتر في. اي ميرسي. ميرسي بزاف. ميرسي بوشرى، شكرا بزاف بزاف. جو ليسي في بروند لا غوليف حيت بغينا نخليو الشباب ديالنا اللي معنا اليوم، وتا هو شرفنا بالحضور ديالو. غالبا باغيين يسولك بزاف ديال الاسئله، واخا تا بريزونطاسيون ايتي تري ريش. ميرسي بوشرى، انا جو سوي ميم ايمو باسكو تيلمون دانسبيراسيون، تيلمون دو ميساج ايجابيين بزاف، و تيخليو الواحد فين ما كان باغي حتى هو يوصل ويحقق احلام ويتبعهم. انا بعدا سي كوم سا جو سون، جو سي با واش الشباب اللي معنا حتى هو حس بهادشي فاش تيسمع المسار ديال لا بوشرى، مي اون فا لوغ دوني لا بارول باش يسالوك هما براسهم. بليزير سا ما فيغا بليزير ان الشباب يسولني، وانا حاولت انني زعما باش نعطي وقت الاجابه ان شاء الله ديالكم كاملين. شكرا بشرى. سلام بشرى، السؤال ديالي هو كيفاش كتفرقي ما بين الحياه الزوجيه ديالك والعمل؟ واخا هاد واحد الوقيته كنت قلت لكم الفو شيرشي ليكيليبر في الحياه، يعني انا بالنسبه شخصيا تنقول واحد الهدف، الهدف تيتسمى هدف كومون ديراج، يعني خاصو يكون خاصنا نشوفوا بانه هدف اللي نلقاو فيه ليكيليبر ما بين كاع لي نيفو، ما بين كاع لي دومين دو في ديالنا كاملين. يعني الا كانت حيت انا شخصيا تنعتبر النجاح هو ان الانسان يلقى واحد ليكيليبر في كاع لي دومين دو في، لان ممكن واحد تلقاه نجح في واحد لو دومين ولكن او ديتريمون دان نوتر دومين، ممكن تخلى مثلا على عائلته ولا ما عندوش الوقت، ضحى بالاسره ديالو باش يوصل يدير كارير ولا شي حاجه، واحد النهار تلقى راسو بوحدو. فاكيد باش يكون عندك باش تنجح خاصك تحاول يكون عندك واحد ليكيليبر ما بين كاع لي دومين دو في، وهذا الشيء انا اللي كنت نحاول ندير. يعني واحد الوقيته كنت تنمشي يعني باش انني نوض الصباح بكري ونمشي نتريني، ولكن ملي ترجعت نحاول نعطي شويه الوقت للعائله ديالي لبنتي كذلك، فاش كنا تنحاولوا حاولت نلقى حلول باش ان ناخذ دي كونجي اكسيبسيونيل باش انني تمشي للجبل ديالي باش نخلي العطله ديالي ندوزها مع العائله ديالي. فخاص حاولت انني نوازن ما بين كاع الادوار ديالي كزوجه كأم كموظفة في نفس الوقت كإنسانة عندي واحد الهدف واللي بغى نحقق، وما بغيتش نكون أنا ديك الشمعة اللي تضحي، بغيت نكون أنا ديك الفانوس اللي تهو تدول لحده. يعني ما غادي هذه ديال كل شمعة تحترق
باش الدول الاخر انا ما متفقاش معاها، حيت خاصني نكون انا ندور راسي وندور ناس اخرين يجو مو رياليز حتى انا. داكشي علاش جي با مي دو كوتي الحلم ديالي ولا باش نقول، حيت بزاف نتاع لي فام وهذا هو اللي تيوقع للعيالات بزاف، ان تتقول لا انا ما يمكنليش نحقق هادشي لان انا ما بغيتش نتخلى على ولادي على راجلي. حتى واحد ما قال لك تخلي على راجلك وولادك وعائلتك ودارك، ولكن ممكن توازني ما بين هادشي كامل وتحقي ذاتك، ولان بحال اللي تيقول واحد المثل فاقد الشيء لا يعطيه. مع اللي تكوني انت حققتي ذاتك وتكوني سعيده مع راسك، اكيد عائلتك حتى هي غادي تكون سعيده، غادي تعطيهم الحب، غادي تعطيهم الوقت، غادي تعطيهم واحد الوقت دو كاليتي ماشي ضروري دو كونتيتي. ماشي ضروري انني نبقى، حيت بعض المرات تلقى واحد المراه جالسه في الدار تطيب وتخمل وتصايب وتدير وتصايب وما ديهاش في راسها كاع، وطالع عليها الدم وما عجبهاش الحال وغير تنقر وولادها غير تتخاصم عليهم. يعني تتعطي وقت ماشي دو كاليتي، ها الوقت كاين مي سي با دو كاليتي. بينما انا نفضل انني بصح نعطي واحد الوقت لراسي، ولكن في نفس الوقت غادي نكون تنعطي داك الولاد ولادي واحد القدوه، تنعطيهم حتى هما واحد التربيه دو كاليتي باش حتى هما يحققوا ذاتهم، حتى هما يوصلوا، حتى هما يفتحوا افاق ديالهم. وحتى مع راجلك انا شخصيا تنقول للمراه هذه دعوه، بما انت بنيت اللي سولتي هذا السؤال، لان مزيان تختاروا حتى شريك الحياه ديالكم. لان في الاول ان تختار شي واحد اللي يكون غيفهمك واللي غادي يبغيك حتى انت تنجح وحتى توصلك، ماشي غير هو اللي ينجح ولكن انت نتوما بجوج انت تعاوني وهو يعاونك باش انكم تحققوا وتحققي راسك وانت هو يحقق راسك. شكرا بزاف، كنتمنى لك مسيره موفقه في العمل ديالك. شكرا، وانت لك كذلك انتيا. شكرا. الوغ الشباب ديالنا جبنا ضيفة زعما غادي تكون شي سؤال عندكم، يمكن هي الحشمه هذه لا. انا بالنسبه لي من الله بشرى هضرت على كل شيء وكيفاش هي حفظت راسها براسها ومساعده العائله ديالها الى اخره، كيف اللي لقات شي سؤال انا بالنسبه لي ساشي عطات لنا كل شيء بلي طيب كاملين من الاول جوسكا ما كانش يمكن خاصني نعاود لكم كل شيء، كان خاصني نخلي لكم معاه. صراحة انا عجبني داك الشيء، انا اللي كيفاش كانت البدايه وحتى النهايه. نعم نور الدين، قلت عجبتني الطريقه كيفاش تبعتي حياتك من البدايه حتى النهايه. بارك الله فيك، نتمنى حتى نتوما حتى انت دير وانتوما كاملين يكون عندكم واحد الهدف اللي تخدموا عليه. شكرا لله اختي. هو ديما كما قلتي خص الاصرار والعزيمه وديما ديك الطاقه الايجابيه، والحلم ديالك فين ما يبغي ينكسر ولا تواجه شي مشاكل ولا هذا تولي تجدد ديك الطاقه الايجابيه باش تولي تعطيك باور ليك لنفسك باش تكمل. فعلا جوست غادي ندير واحد الاضافه ديما اللي قلتي على هذا تجديد الطاقه الايجابيه، لان في بعض الاحيان تتكون عندنا لا موتيفاسيون، تتكون عندنا واحد الرغبه في الاول اون كومونس تنبداو اون باس لاكسيون، وتما كتبداو تلقاو المشاكل تلقاو لي زوبستاكل. في بعض الاحيان ترجعوا للور وتنبقاو تنقولوا وتتنقصنا لا موتيفاسيون. وحتى انا يعني شخصيا راه دزت من هذه المرحله، راه مرحله عاديه وكلشي تيدوز منها. يعني في بعض الاحيان مثلا كنت نمشي مثلا فاش مشيت للجبل وما درتوش وما وصلتش للقمه ورجعت واحد لقيت بحال تحبط، ولكن خاص الانسان يعاود يعيد النظر علاش باغي يدير هذا الشيء. تكون بالنسبه له تكون لا موتيفاسيون كلا راسو واشك فوا تيحفز راسو، ومزيان يكون شي ناس اخرين بحال دابا مثلا دابا انا الزوج ديالي كان من الناس اللي كانوا دائما تيحفزوني،
فواخا حتى بعض المرات تجيني احباطات ولا تمشي لعندو تبقى نبكي عليه تيحفزني وتيقول لي لا كملي وهذا فتنحاول انا تنجدد داك التحفيز الداخلي ديالي. فالانسان تقدر الواحد يكتب ملي يكون عنده داك الحماس الكبير في الاول غادي يكتب شنو هما الحوافز شنو هي لا موتيفاسيون شي الاشياء الكبيره اللي خلاته موتيفي في ديك الساعه. ونهار اللي غادي تحبط غادي تحبط يجبد داك الورقه ويقراها باش يعاود يجبد داك التحفيز عاوتاني مره اخرى باش عاوتاني يطلع له لا موتيفاسيون مره اخرى باش يكمل باش يقدر يكمل ويقدر يستمر. حيت بعض المرات تكون الطريق طويله وتيعيا الواحد ولا تتحبط ولكن مزيان انه دائما يكون تيشدد التحفيز والحماس ديالو. شكرا لاله بوشرى تبارك الله عليك. بغي نقولك بوشرى هما كيكملوا واحد دورس دابا سميتها individual development plan كيت كيوجدو على حسب منتور ديالهم وكيكتبوا كل احتف لي انتم على MJ 3 جي و 5 جي وهادشي كتقولي دابا مهم بزاف على كيفاش كيكتبوا احتف ديالهم يعني ملي كيفكروا على احتف خاصهم يفكروا علاش واش مجتمع بغاو انا غادي نكتب هاد احتف ولا بصح انا بغي نستفد منهم وماشي ضروري ديما هاد الاهداف كتكتب دابا كيبقاو يعني عادي كيبدلو بعد الوقت اكزاكتومون فاي يعني بعض المرات تكون عندك مثلا تكون عندك واحد الحافز دابا وغدا يكون واحد الحافز اخر اللي تزيد اكثر. بحال دابا مثلا انا في الاول فاش بديت الاولى لو بروجي ديالي كنت بديتو راسي كنت بديت لاني انا كنت يعجبني هادشي لا باسيون ديالي شي حاجه اللي انا تتعجبني. فبديت فاش بديت ندير القمه الاولى والقمه الثانيه وبديت نلقى المشاكل والصعوبات الكبيره بزاف وبديت تحبط واحد الوقيته بديت نقول فراسي هادشي صعيب عليا ما نقدرش صافي غادي نمشي غادي نحبس. ولكن هنا بديت نشوف بان بنتي حتى انا بغيت نكون قدوه ليها فبدا واحد الحافز اخر عاوتاني في 2015 يعني كنت في النصف ديال المشروع ديالي واللي كنت بديت نتحبط بزاف من بعد 3 سنين عامين وانا تنقلب باش نمشي لبريست وما لقيتش وبديت نحبط راسي بديت نقول صافي راه يمكن غادي نحبس وداك الشيء. فجا واحد الحافز اخر كبير اللي كان هو الوسام الملكي واللي كان فاش تلاقيت بالملك محمد السادس وهضر معايا وقال لي تبارك الله عليك كملي. فهنا جاني حافز اخر يعني ما بقيتش هادشي باغا نديرو غير راسي بوحدي ولكن بغيت نديرو لبلادي باش نهز رايه المغرب باش انني نمثل المغرب باش نكونوا اول يعني باش نكون اول مغربي اللي دخل اول واحد يدخل سميت المغرب يعني رجعت بلادي عاوتاني تحفيز اخر. فبحال اللي قلتي فاي بعض المرات الحوافز غادي تتكبر ولا غادي تتغير ومزيان اننا نكونوا تنقلبوا على حوافز جديده اللي تخليك انك تكمل وانك ما تراجعش. وي شكرا. وهذه كيف كاني على واحد نقطة اللي قلتي في حد عرض ديالك على حسب كيفاش ملي كتفشل يعني كتجرب حياة وكندان هذه شي حاجة مهمة بزاف يعني عندها علاقة شوية ما دكشي وجبتني دكشي اللي قلتي. شكرا فعلا لأن نيابا دي الشيك نيكو دي زكسبرينسي ما كينش فشل ولكن فقط تجارب في الحياة. ولأن الواحد مزيان أن لأن بعض المرات ما تنخافوا أننا نديروا شي حاجة لأن تنخافوا أننا نفشلوا. أنا تنقول لكم بأن الفشل راهو الطريق باش الواحد ينجح وشحال ما فشلتي دغيا شحال ما وصلتي دغيا لأنك تستفد من التجارب وتتعرف شنا هما الأشياء اللي خلاوك تفشل شنو خاصني ندير باش انني نصايبو ولا انا حاولت يعني على الاقل عندي 50% ديال نقدر ننجح
وإلا ما حاولش عندي 0% أنني نجح، فبالتالي ميو أنني 50% من 0%، يعني نحاول نجحت مزيان سي تري بيان برافو عليا، ما نجحتش ماشي مشكل، على الأقل حاولت وكان درست استفدت منه وتعلمته بحياتي. صح هذه هي حياتي كيقولوا. واحد المساج قبيله بشرى قلتي انا بقى معي بزاف وملهم بزاف، اللي قلتي بان الحلم باش الواحد يوصل للاحلام ديالو خاص جوج الحوايج، انت قلتي الاحلام يمكن لهم يطيحوا الا ما كانوش هاد جوج الحوايج، حنا غادي نقولوا بان الاحلام راه تنوصلوا لهم على جوج الحوايج، وقلتي خاص الحلم يكون ديالك، ما خاصوش يكون حلم شي واحد اخر ولا حلم المجتمع ولا راجلك ولا الاب ديالك ولا دونك انا بوغ مو سي تري امبورطون. والحاجه الثانيه اللي قلتيها الا ما بغيناش هاد الاحلام يطيحوا في الطريق ويبقاو ويجعلونا نمشيو للاهداف ديالنا ونحققوا هاد الاحلام، الحاجه الثانيه قلتي خاص داك خاص هذيك لا موتيفاسيون تكون ديما، عمرنا ما نقولوا راح فشلنا ولا غادي نحبسوا ولا شي واحد غادي يحبسنا، اي انا جو بونس كو سا سي تري امبورطون سورتو مع الطلبه اللي معنا كلهم اليوم، سي دوماج اون انا با بلوس ولكن سي با غاف. بعدا هاد الميساج انا بقى معايا بزاف حتى انا كزوجه كمضافه ك بور موا سي دي ميساج تري بو، لان اون دي الاحلام ديالنا خصهم جوج الحوايج، وهاد الحوايج راه الا فكرنا فيهم راه ماشي صعب بزاف، خاصنا نتاكدوا بان الحلم ديالنا، وخاصنا دونك خاصنا نديروا واحد البحث داخلي باش نتاكدوا بان الاحلام والاهداف ديالنا ماشي ديال احلام واهداف ناس اخرين، وبان احنا نبقاو بداك لا موتيفاسيون وداك الحماس من الاول وداك العزيمه زعما رغم العراقيل ورغم الاصوات اللي قلتي داخليه ام خارجيه اللي تجي هي بحال الا بغات تحطم من هذاك الاحلام. انا بوغ مو هذا الميساج هو اللي بقى معايا بزاف، وجو مدي كشباب ولا كمقاولين ولا ك زعما ساغيست هما لو سكري بور موا، هو السر ديال لا ريوسيت وديال المشروع، واخا المشروع وصل لشي بلاصه بحال اللي قلتي وما كملش، مي ساغيست لو سكري دو شومان دو بونور. ميرسي بوكو بور سو ميساج بشرى. ميرسي ريتا. غادي نزيد واحد جوست بوغ باش هادشي اللي قلتي دابا عاوتاني، ان تكون عندك يعني لا ليبرتي. انا بالنسبه لي واحد لا فالور كبير بزاف، باسكو علاش؟ لانك كونتي ليبر تو شوازي تي غاف، انت اللي تختار الاحلام ديالك، لانك انت حر انك تختار الاحلام ديالك. وثاني حاجه انك كونتي ليبر تو ريسبونسابل دو طون غاف، لانك إذا كان المشروع ديالك ولا الحلم ديالك مرتبط بناس اخرين راه ماشي ديالك، لان اوديت خاصك تقول هما ما بغاوش يعطوني، لا هما ما داروليش، لا هما ما عطاونيش فلوس، لا والديا ما داروليش، الوغ هنا ما بقيتش لا ليبرتي كاينه، لانك تو ديبون دي زوتر تتسنى هما يعطيوك، وكذلك tu n'es pas responsable de ton projet و اي حاجه ما عطاوكش تنتسنى من ربع يدي تنتسنى. انا بالنسبه ليا كانت هذه مهمه بزاف، نكون انا حاسه بان انا اللي مسؤوله على الحلم ديالي، انا اللي مسؤوله على المشروع ديالي، انا اللي مسؤوله على التحقيق ديالو. ملي تندق بحال دابا شحال واحد تيقول ليا والدوله ما دارتلكش، ولا الاخرين تيجي مثلا يجي شي واحد يعاوني هذيك ان بيتيكو تيدير لي واحد المساعده شويه، وتشي واحد تيقول لك علاش ما دارش لك، تنقول لهم انا اللي مسؤوله على الحلم ديالي، هو اللي دار ليا شكرا، سي لا غراتيتود، اي حاجه دار ليا ولو تكون غير بسيطه شكرا باسكو عاوني واحد شويه يسالا له الشمال ديالي انا وياه، وغادي يجي واحد اخر اللي غادي نكمل، مي انا اللي مكمله في المشروع ديالي من الاول حتى الاخر، باسكو انا جو سوي ريسبونسابل دو مو بروجي، جو سوي ريسبونسابل دو مون غيف، اي سا اونتر دون لا ليبرتي دو شوازير سكو فو فولي اي دو ريفي شوازير فوتر غيف. ميرسي بشرى. هذه العلاقه اللي درتي ما بين الحريه والمسؤوليه مهمه بزاف، جيسبر كو غتبقى معنا كلنا. انا بغيت نزيد واحد
واحد الحاجه لا بشرى جو سي كل يوم ركزنا على بيان سور على مشروع ديال سبع قمم، وانا بغيت غير نقول اوسي للشباب اللي معنا اليوم بان ما كاينش سا ساغيت با لا، بشرى راه زايده في المسير ديالها بمشروعات جديده وغاديه اي سا سي امبورطون اوسي، عراقيل جديده وتحديات جديده مختلفه يمكن ماشي غير في التسلق في حوايج اخرى. و جو كوا كو سا اوسي سي ان ميساج تري بوزيتيف، ستادير كو اليوم راحنا في التريننغ ديال الكودينغ وديال لونتربرونيا ان شاء الله بحال اللي قالت بشرى، سي اون اوبورتونيتي اون بورت اوبيرت يمكن لشي حاجه، وغادي يكون هذا لو شومان سي ان بو دو شومان زعما طرف من هذا المسير ديالكم ان شاء الله، وغادي يجيو ناس اخرين و دي زوبورتونيتي اخرى اللي غادي تفتح لكم اكثر، وغادي يكونوا مشاريع اخرى. هذا مشروع، هذا سي ان عاود بحال اللي قلت طرف من هذا المسير، وغادي يجيو واحد اخرين. ابري سي ان بازل، الحياه راه هي غاديه و سي ان غران بازل، سي بور سا كو سي امبورطون. سي سا بغيت نرجع على بشرى، هي كبشرى عندك انت مشاريع اخرى الحمد لله غاديه و تي انغاجي دون لا سوسيتي سيفيل ومع الفتيات الصغيره، وعندك دوت شوز اللي هما غاديين، وتا هما بيان سور فيهم تحديات وفيهم عراقيل وفيهم اهداف وفيهم حوايج اخرين. اي سا سي امبورطون، كلنا هكذاك غاديين في المسير ديالنا، غادي يكون مشروع اليوم ومشروع واحد اخر غدا، وحنا تنبنيو تنبنيو بشويه بشويه فعلا. يعني الانسان ما مزيان ان يبدا صغير ويبقى غادي تيكبر، لان سي كوم سا كومباتي نوتغ ريوسيت، يعني تيكون النجاح ديالنا مبني على الساس وتنتعلموا وتنبقاو غاديين. وبطبيعة الحال أي حاجة تنتعلموها تتعطينا اونيلارجي نوتغ زون دو كونفور، وبالتالي تتخلينا نطمحوا أكبر وأكثر. وربما الواحد ما يقولش في راسو لا دابا أنايا ما يمكن ليش نحقق هاد الشيء ولا هذا، لأن يقدر من بعد غادي يتعلم، وغادي واحد النهار غادي يلقى راسو وصل لحوايج أخرين. يعني بحال مثلا انا بديت هاد لو بروجي علمني بزاف د الحوايج، ومن الاشياء اللي انا يعني استفدت منها انني هادشي بغيت نبارطاجيه مع الشابات، اغلبيه مع البنيتات. داكشي علاش مشيت في هاد، يعني لقيتها ملي تنوصلوا اننا تنقدروا نحقوا ذاتنا، تنبغيو حتى حنا نساعدوا ناس اخرين انهم يحقوا حتى هما ذاتهم، حتى هما يوصلوا، حتى هما ينجحوا. وهذا الشيء علاش انا تنخدم اغلبيه بزاف مع الشباب، تنخدم مع البنيتات، وربما حتى ان الانسان ملي تيدير بزاف المحاولات وتينجح ولا على الاقل تيحاول. هذا الشيء علاش خرجت من الخدمه وبديت لونتربرونيا، اني جامي تخطر ان الانسان يدير شي حاجه في حياته، ما عمره ما يقول لا ما بقاش الوقت لا مش الحال. نتوما بون انا يعني بالنسبه لي راه يعني كبر منكم، ولكن نتوما كشباب عندكم، انا واخا داك الشيء بقى لحد الان ما بديت ندير لونتربرونيا، سي تي نوتر افونتور غادي نعيشها عاوتاني. بو امبورط، ربما تنجح ربما ما تنجحش ماشي مشكل، المهم انني حاولت، انني حتى الا ما نجحتش 100% غادي نكون على الاقل قلت بان راه جي اي سي كلكو شوز، ماشي مشكل. الانسان ما يخافش انه يحاول وان يونطامي حاجه جديده في حياته، ومع المده غادي يلقى راسو تيحقق شي حوايج اللي ربما من قبل ما طاحوليش. لان انا تنعطي واحد لا سيميليتود مع الجبل، مع لو سومي. الوغ لو سومي تنكونوا حنايا من البعيد، ملي تنكونوا بعاد بزاف على السومي تيبان من البعيد، وتنبقاو غاديين. ملي تنبداو غاديين في الطريق تيبدا تيتدرق ما تيبقاش يبان. فحنا تنبقى حنا وتخص لو شوما، عارفين هذا هو الاتجاه اللي غادي يدينا لو سومي. سي فري دابا ما تيبانش لينا، ولكن ملي غادي نوصل لو كون 1 وغادي نوصل لو كون 2 واحد النهار غادي نوصل وغادي يبان ليا وغادي نوصل لو سومي. دونك كذلك في الحياه راكي بحال ما تيكونوا عندنا دي غروند غاب في حياتنا، دي زوبجيكتيف كبار، ولكن حنا ديك الساعه تيبان لنا غير واحد طرف صغير منه. ماشي مشكل، الفو كونتينيي دون لو شومان.
ابخي سات مامو غادي تحقق هذاك غادي يبان لك الاخر غادي تبغي تحققو غادي يبان لك الاخر تبغي تحققو واحد النهار غادي تلقى راسك وصلتي للقمه وحققتي الهدف الكبير ديالك في حياتك. شكرا بشرى. مزيان شكرا بزاف بشرى غيتا شكرا تلاميذ معنا. عبد الغني يمكن بغى يقول لنا شي حاجه. مرحبا مرحبا. انا كنشكر فريمون كنشكر بشرى اللي شرفت المغرب. كتسلق الجبال ورغم الصعوبات رغم الصعوبات وليزيطاج كليماتيك راك كل ما كتطلع في الجبل كتلقاي واحد نقص الاكسجين وصعوبه التسلق وكتبين هادو ما كيهموش كيف ما كتهم الهدف. الهدف هو الوصول الى القمه. يعني هذا الميساج اللي خص الانسان يستوعب انه ما يملش خصو ضروري يخدم على شي حاجه حتى يحققها. فعلا يعني باش نغيشي هاد الفكره اللي قلتي هي بحال دابا مثلا فاش كنت طالعه لافغاست واحد سقطه مومو مثلا وصلوا ل 8000 متر تندخلوا في واحد منطقه الموت لان كاين فقط ثلث ديال الاكسجين وتما كنبداو نستعملوا الاكسجين وتتبقى واحد الصعوبه كبيره في التنفس واحد الجهد كبير واحد خاصك تتحدى ذاتك يعني واحد لو ديباسمون دو سوا لي تدخل يعني ممكن ما ترجعش كاع ممكن تموت ممكن يوقع لك. وهنا تركز على ان الانسان خاصو تكون عنده يعني مستعد ان يضحي ان يبقى غادي حتى يحقق الهدف ديالو وبان راه ضروري من التضحيات راه ما يمكنش الانسان غادي يوصل ويحقق واحد الهدف كبير في حياته وهو راه مرتاح الا ما دارش تضحيات الا ما ضحاش الا ما خدمش راه ما غيوصلش نو بين نو غين يعني خاص ضروري خاص الانسان يكون كيخدم باش انه يربح واحد الحاجه وفعلا يفو فيغ دي ساكريفيس لان فاش انا فاش رجعت فاش وصلت من السومي ديال ليفريست ورجعت اكتشفت بان تجمدوا لي طرف ديال صبعان يدي لان كان البرد بزاف وتقريبا ناقص 30 ناقص 40 درجه فخاص الانسان تكون عنده تكون عنده استعداد انه الفا على جوج كوبو يعني يكمل حتى الاخر رغم التضحيات رغم الصعوبات. ميرسي بشرى. تنتمنى تكون دابا حفزات الجميع هنا يمكن غادي نبداو بتبقاليك مع الشباب ديالنا لدوختك والله علاش لا. بالنسبه لواحد الاضافه الا كان ممكن على لا بشرى مع لا فايمه على لا بشرى مع على لا غيثه بالنسبه ل داك البوان اللي درس عليه لالا بشرى ديال سميتو ديال التجربه. واحد السيد كنت كنعرفو انا بالنسبه ليا بالنسبه للدراري اللي بغاو يستافدوا في هذه المساله ديال لونتربرونير. واحد السيد كنت كنعرفو كان اي بروجي كيطيح له في دماغو كيقول فيه بسم الله ويزيد واخا مازال ما دارسو ما عارف عليه والو. شكون كنقول له لا انت كتضحي بالفلوس والوقت وهذا الى اخره كان كيقول لي انا ما عنديش مشكل نخسر عندي انا الهدف لوبجيكتيف اللي عندي هو نعرف داك المشروع شنو فيه فهمتيني. ومن بعد عاد بديت كنفهم انايا شنو هو داك القضيه هذيك علاش هو انه كيخسر الفلوس وخسر وقته الى اخره ولاني داك المعرفه كسر من داك الفلوس اللي ضيع والوقت اللي ضيع عرفت واحد الحاجه فهمتيني. تما كتوصل لواحد النقطه ديال انه اي بروجي كما كان نوعو مادام حنا عايشين في الحياه وربي وهب لنا الحياه والطبيعه والطاقه الى اخره الا وان اي مشروع خدام كتفترقي في الطريقه اما الطريقه ولا كيفاش نتايا بديتي ولا كيفاش غادي في المسار ديال داك. وشكرا فعلا نور الدين تبارك الله عليك. وي شكرا لك بشرى الله يبارك فيك. ايه
ايوا الا واش كاين شي اسئله اخرى من التلاميذ؟ سؤال الله بوسرعة هذه كان ممكن. تفضل نورتي. اللي بغى يخوض هذه المغامرة شنو هي الطريقة لله بوسرعة؟ ألو بالنسبة للي بغى يخوض هذه المغامرة بعدا خاص يكتشف بحال قلت لكم قبيلة اسكو سي سا لا باسيون ديالو واش هو بعدا عزيز عليه هذا الشيء وباش يكتشف واش عزيز عليه هذا الشيء يعني بنات يدير لي غونبوني كاين في المغرب الحمد لله قمم كبيرة تبقى القمم ديال 4000 متر كاين كون كاين بزاف ديال القمم في المغرب يبدا بشويه بشويه كبحال ما درت يعني من بعد ما غادي يشوف راسو واش بعدا عاجبو هذا الشيء ديك الساعه غادي يحاول يبدا يتسلق بعض القمم العالميه يعني يقدر مثلا كليمانجارو قمه اللي ماشي صعيبه بزاف واخا عاليه شويه ولكن مزيان باش يشوف راسو واش قد يوصل في لاتيتيود ديال تقريبا 6000 متر ثم كاين لو مون بلون ممكن يمشي ليه حتى هو يعني قمه كبيره واللي ما بعيدش علينا بزاف اللي كاين فرنسا فيعني كاين ممكن وديك الساعه الى شاف راسو بحال بان عاجبو هذا الشيء وبان قدر يحقق بعض القمم غادي ديك الساعه يقرر انه يكمل ان شاء الله ويمشي لقمه اخرى. شكرا. نعم. اوكي شكرا يسرا شكرا غير سمعت صوتي انا اوكي شكرا بزاف بشرى على داكشي اللي اتعطي لينا يعني كان ذن كل راسنا دابا عامر بهاد المعلم الجديد ودابا عندنا غادي يكون واحد فيديو في هاد المعلمات كامل داكشي الا باقي عندهم شي حاجه في راسهم ما بينش يقدروا يرجعوا في هاد الافكار اللي اتعطي لينا من بعد غادي ندير في هاد شانل يوتيوب ديالنا داكشي إلا بليتي تستعملي تنتيا غيكون موجود و كنت منا كنت عجبتك هذا الوقت اللي دوزتي مع تلاميذ دوارتك هنا عجبنا بزاف و غادي نقلو هاد فرصة مزيان معك وكنت منا إن شاء الله في المستقبل غادي نبقاو نتواصلو بيناتنا نشاركو في شي طريقة وفي نفس الوقت اللي نقول شكرا لغيتا حيت عرفت عليك لينا وخدينا هاد الفرصة باش نتواصلوا بيناتنا شكرا بزاف شكرا فاي شكرا غيتا اللي عطاتني هاد الفرصة انني نتواصل مع هاد الشباب وتبارك الله عليكم كاملين تبارك الله على الشباب تبارك الله على هاد هاد الانيشياتيف ديال دوارتك اي تنتمنى لكم التوفيق وكوراج ومسيرة موفقة ان شاء الله في حياتكم ان شاء الله شكرا شكرا بشرى شكرا جميع الشباب ديالنا ميرسي بوكو فاي اي نتمنى انا بعدا تنحلم فاش تنسمع بشرى انا بعدا تنحلم وتنبغي نزيد ونمشي لقدام جيسبر كو هذا الميساج توصل به كل شيء وغنكونوا زعما فريمون مولي ما بشرى فاش تتهضر معنا سي انسبيراسيون ميرسي بوكو خاصنا نحلموا دابا واخا فرديا وجماعه الاهداف الشخصيه ديالنا والاهداف اللي تجمعنا اليوم واللي تجمعنا دوارتك وتجمعنا كشعب اتسيتيرا ان شاء الله نحلموا ونتوصلوا بالاهداف ديالنا ميرسي بوك بشرى ميرسي انور الدين يمكن بغى يزيد شي حاجه نقول لكم شكرا شكرا بشرى شكرا غيتا شكرا فاي شكرا الاخوان اللي حضروا معنا وشكرا ليا تا انا اييه شكرا لك بزاف وشكرا للجميع ميرسي بارك الله فيك بارك الله فيك ميرسي سلامه سلامه